يطلع برا شوكاش لا يا مستنيه هو اذا بتطلع برا شوكاش انا ما بخشكش بقول لك اذا بتروح ترجع السلام عليكم متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر من امام احد ابواب المسجد الاقصى المبارك وهو باب الناظر. باب الناظر هو باب مملوكي ذو قبه مملوكيه. سنرى الان كيف يتم اغلاق هذا الباب بامر من شرطه الاحتلال. هذا الوضع يطبق في كل ليلة على المسجد الأقصى المبارك، على كافة أبواب المسجد الأقصى المبارك، حتى تعرفوا أن السيادة هنا للاحتلال حتى ولو كانت المفاتيح بيد حارس الأقصى. المفتاح بإيد الحارس، شايفينه الآن. سترون كيف تشرف شرطة الاحتلال على إغلاق الباب بعد وصول إذن من مركز شرطة الاحتلال في القدس، من ضابط الأديان الكبير في القدس. يرسل لشرطة الاحتلال ضرورة مراقبة إغلاق البوابات ويأمر بالإغلاق، ثم يأتي شرطي الاحتلال ويأمر الحارس العربي حارس الأوقاف بإغلاق الباب. قبة الصخرة خلفنا. دقائق ويغلق باب الناظر، وهذا الوضع ينطبق على كل أبواب المسجد الأقصى. نقرأ شوي عن باب الناظر. باب الناظر جدده الملك المعظم عيسى بن الملك العادل في الفترة الأيوبية، إذن هو باب أيوبي. الملك المعظم عيسى تذكرونه، الذي كان يحكم الشام وأنقذ الملك الكامل في مصر، لكنه الملك الكامل باع القدس للصليبيين بعد وفاة الملك المعظم عيسى لما خاف على عرشه. ذكرنا هذه القصة قبل 4 أيام. إذن هو باب أيوبي، هذا الباب أيوبي، لكن القبة مملوكية. يتم إخبار الناس أن الحارس سيغلق الباب، لذلك الذي سوف يأتي من الخارج ليدخل للاعتكاف يدخل على السريع، واللي جوا بيطلع برا يطلع بسرعة. حركوا على المدخل، ما نسكر الباب، ما بتطلع إذا نسكر. يلا جوا، كله مع بعض هلا مفتوح باب الصباط. طيب يلا روح بسرعة. بس بدنا نرجع. بعرف من الأسماء الأخرى لهذا الباب اسم باب المجلس. سمي الباب بباب المجلس لأنه جنب الباب يقع المجلس الإسلامي الأعلى. تغلق الدفة الأولى أولا، ثم ينتظر حتى قدوم شرطة الاحتلال حتى يغلق الباب نهائيا. هاي باب المجلس، مجلس الأوقاف الأعلى، المجلس الأعلى للأوقاف، هذا هو. شايفين هاي الأعمدة، هذا باب الأوقاف الرسمي، مكاتب الأوقاف، اسمه المجلس الإسلامي الأعلى، فسمي الباب على اسم المجلس. وكذلك التسمية التاريخية له بباب الناظر. توضع الأقفال وتقفل الدفة الأولى. هلا سمعت 5 دقايق بس. الصبح اي ساعة بيفتح؟ 3:30. طب ليش عم بلاش يرجعك الشرطة، خليك جوا، خليك جوا أحسن. تطلع هلا برجعك شوي.
يلا تحركوا عن باب يا جماعة. هاي شرطة الاحتلال، شوفوا وين بيستنوا. هلا هدول الشرطة بيحملوا عدتهم وبدخلوا لجوا وبيراقبوا عملية إغلاق الباب. هسه قلت لي هذول خمس دقائق بجمع بسطور خمس دقائق اللي ضل. في باب واحد للخروج لكن مش للدخول اللي هو باب السلسلة، اللي بيطلع منه ما بيدخل. يعني في ناس بدها تطلع بتكون بعد إغلاق البوابات، وبس هذا الباب الوحيد ما بيكون عليه حارس عربي. اللي بيفتح وبيسكر الباب شرطي إسرائيلي. هلا بس نخلص بنروح عليه أفرجيكم. بيكون في حارس عربي موجود بس على جنب الباب، لكن اللي بيفتح الباب وبيسكره للناس عن باب السلسلة، أنا بتكلم عن باب السلسلة اللي هو الباب بس وان واي، يعني تطلع ما تدخل، بيكون شرطي إسرائيلي هو المسؤول عن إخراج الناس فقط، ممنوع يدخلوا. هلا بس نخلص عن باب النظر وإن شاء الله بنوصل لباب السلسلة. ما في إشي يا جماعة، ما صارش إشي. إحنا بنشرح كيف بيتم عملية إغلاق بوابات الأقصى كل ليلة. أنا بنتهز فرصة رمضان لأنه مسموح الاعتكاف، وبالتالي يعني ممكن إني أصور أو أوثق عملية إغلاق الأبواب من داخل المسجد. شو طيب إيش طيب ليش هذا الأمر ساري منذ عام 1967 حتى اليوم؟ أبواب الأقصى تغلق بعد صلاة العشاء في غير رمضان، الاعتكاف ممنوع طوال العام حتى العشر الأواخر في رمضان فقط يسمح الاعتكاف في المسجد، أما الأبواب فتغلق. نادرا ما تبقى أبواب المسجد مفتوحة في ليلة 27 إذا امتلأ المسجد، يعني صار التعبئة كاملة، تلاقي الناس برا وجوا وبالأزقة مليان أمم يعني، فبيخلوا هون شرطة الاحتلال الأبواب مفتوحة، بيسمحوا بفتح الأبواب، مش كلها، عدة أبواب اللي هي الناظر والسلسلة وحطة. أما بالعادة تغلق جميع البوابات، تغلق لأنه الشرطة بتغلقها مش لأنه الأوقاف بدها تسكر، لا بالعكس، شرطة الاحتلال، أوامر من شرطة الاحتلال. في قيام ليل عادي، إن اللي بدخل جوا خلص بضل جوا بيعتكف. ما فيش سبب يا جماعة الخير، أنا بقول لكم ما في سبب للإغلاق، هذا أمر ساري منذ عام 1967. تغلق البوابات ويمنع بعد صلاة العشاء يمنع دخول أو وجود أي مسلم داخل المسجد، في فقط مسموح بالعشر الأواخر من رمضان من كل عام بالاعتكاف، ما في إشي يعني. هذا الباب إلى أين يؤدي؟ يؤدي إلى طريق الواد غرب المسجد الأقصى المبارك، وتعتبر هذه الطريق الشريان الرئيس للبلدة القديمة، هي وطريق خان الزيت، طريق باب خان الزيت وطريق الواد. اخوي جاي بتحمويه والله، الله يسعدك حرام والله، لا سوى هي صحه بالباب هي صحه بالباب. نعم يفضي الى باب العمود كذلك. روحي لما نرجع ما في رجعة، خلص تطلعي فيش ترجعي، خلص خلص الوقت. طب وين نرجع؟ فيش رجعة، فيش رجعة، بده يسكر الباب، ما في رجعة. هاي شوفوا شرطة الاحتلال كيف حملوا أغراضهم، شوفوا شوفوا، هاي شرطة الاحتلال دخلوا على الباب، مجرد ما تدخل الشرطة خلص يغلق الباب. كلهم هاي جايين يا شباب، لو سمحتوا كمان مرة جوا جوا على المسجد. تعال بالمسجد اسمع، انا مسكر الباب عمود. شباب جوا لو سمحتوا على الاحتكاف جوا.
يعني جاي بس إلها ساعة بالضبط يعني لو سمحت كمان بس طبعا بعد الإغلاق أو قبل الإغلاق تبلغ شرطة الاحتلال رسميا الحارس بأمر الإغلاق، فيقوم الحارس العربي أو حارس الأوقاف بتنفيذ الأمر الذي يرسله ضابط الأديان في مركز شرطة ما يعرف مركز شرطة إسرائيل، ضابط الأديان الإسرائيلي المسؤول عن الأماكن المقدسة في مدينة القدس عن إغلاقها وفتحها. سيطر فقط على اللي هو المسجد الأقصى طبعاً، هم ما بيتحكموا لا بكنيسة القيامة ولا بمساجد تانية بس بيتحكموا بالأقصى. فوجد هذا الضابط، ضابط الأديان، لضرورة التحكم بأبواب المسجد الأقصى المبارك. هاي مجندة وهي أفراد الشرطة. طيب أنا لن أتكلم الآن، الصورة تنطق. جماعة بدي أسكر الباب، اللي بده يطلع تفضل بسرعة. حرر المؤسسة، سكر الباب.
استنى يا عمي. وين؟ وبعدين ايش اسمك؟ ايش بدك؟ وش بدك تطور بيني؟ شو يعني؟ يا عمي يا جماعه رد عليك اذا كان اهدى بالكلام نظم الدنيا. يلا يلا حدش راح يا ما حدش راح شيخ والله العظيم يا زلمه الارقاد والله جاي بسحب يا رب تعافى وتتعافى سكر الباب خلاص يا عمي قلت ساعه يا عمو عمو لا تكره لا سكر الباب شيخ الله وانت ظل يا سامي استنى شوي عمي ودي اثنين فوت ما ضرش الباب السلسلة يا عمي سكرت ربع ساعه انا بس هذوك والله خليني انا من معاوي يعني وين جدار عادني انا فاهم وبتدلش وبتدلش هذا اجيب لك اياه سكرت في الشرطه انت في واحد يدخل زين شرطة الاحتلال لن تغادر هذا المكان قبل أن تتأكد من إغلاق الباب. وين باب السلسلة؟ إذا كنت جمل لك قدام والله العظيم أنا قلت لك ولا هذا هو طيب هلأ رح يدقوا في بعض خلينا نروح 25 دقيقة خلينا نروح دائما كل ليلة مشاكل الناس ما بيسمعوش الكلام هذا الموضوع ممكن يتسبب بمشاكل للحراس العرب ممكن يتسبب هذا الكلام بمشاكل يعني الأسلوب المصلين هذا ممكن يؤدي إلى مثلا أنه تضطر شرطة الاحتلال للتدخل بإيدها وهون إحنا ما بدنا هذا الإشي يصير خلاص هذا قانون احتلال للأسف يجب أنه نحاول قدر المستطاع ما نسمح لهم يتدخلوا بهذه الأمور يعني يكفي أنهم بصدروا قرارات والواحد يغلق المسجد يعني غصبا عنه الله المستعان توجه إلى باب السلسلة طبعا مليان جيش أو شرطة احتلال بالداخل الآن بلفوا على كل الأبواب يتأكدوا إنها أغلقت نروح لباب السلسلة هم هلأ متوجهين لباب السلسلة شرطة الاحتلال هذا باب الحديد باب ارغون مغلق معتكفين داخل المسجد هذا باب القطانين تحدثنا عنه اليوم في البث المباشر باب القطانين يتلوه باب المطهرة هنا ثم باب السلسلة نوصل عند باب السلسلة أمامي أفراد من الجيش وشرطة الاحتلال توجهون إلى باب السلسلة للتأكد من إغلاق الباب هو في شرطة موجودين هناك بس في ضابط كبير هون بينهم هو بيراقب على عملية الإغلاق تجمع كبير للناس أمام باب السلسلة وقد أغلق الآن اللي بده يطلع من هذا الباب ممكن يطلع هو الباب الوحيد اللي بيفتح للخروج فقط أما اللي بيطلع ما بيرجع بيرجع ساعة 3:30 تقريبا أو 3:30 لما تسمح شرطة الاحتلال بفتح الأبواب على الفجر سخر الباب بيطلع على الفجر على الفجر
ركزوا معي، مين اللي واقف على الباب وبيفتح وبيسكر؟ شايفين هذا الضابط؟ ضابط ضباط من جيش الاحتلال، هم اللي بيقوموا بفتح الباب واغلاقه. شايفين هذا ضابط كبير اللي معه؟ شرطي وضابط كبير، ثلاث ضباط. شوفوا كيف بيمنعوا المصلين من الدخول وبتعاركوا معهم. هلا شوف شوف كيف مسك ال... دخل تنين، دخل مجموعة. هكذا تم انتزاع حق الدخول إلى المسجد الأقصى. نجح المعتكفون عند باب السلسلة بالدخول إلى المسجد الأقصى المبارك بعد كسر قرار الاحتلال، اللي هو إغلاق الأبواب بعد الساعة 11:30. الآن الساعة 11:49 بتوقيت القدس. هيهم عودوا دخلوا الشباب. بس برضه نقطة مهمة جدا، إنه اللي دخلهم ضابط احتلال، شرطة احتلال، تمام؟ هاي النقطة ضروري نركز عليها عشان نعرف لمين السيادة في المكان. لو حارس عربي عمل هاي الحركة وفتح الباب ودخل ناس بهذه الطريقة، ستتدخل شرطة الاحتلال شخصيا يعني، حتى تمنع الحارس عن فعل هذا الأمر. ممكن يتم اعتقاله ومحاكمته كمان، لأنه بيخرب عليهم قراراتهم داخل المسجد. لكن هنا الاحتلال نفسه هو الذي يخرج المصلين ويدخلهم، فقط عند باب السلسلة هذا الأمر يتم. الصورة تنطق، لا داعي للشرح، كما تقول الأخت فاطمة جزاها الله خيرا. هلا هاي الطاولة حاطين عليها عدتهم يا جماعة الخير، وبضلوا قاعدين هون. خلص هاي الضابط حط شنطته، ضلوا قاعدين هون. الحارس العربي بيعملش اشي. هيو اغلق الباب الشرطي، تمام. الان اي حدا بده يطلع رح يطلعوه، بس ما في دخول. برضو رح يرجعوا ناس يصيحوا ورا الباب انه بدهم يفوتوا. هاي كمان هو هذا الباب مزدوج، باب السلسلة إلو اسمين، باب السلسلة والسكينة. باب السلسلة والسكينة إلو اسمين، لكن المتعارف عليه اسم واحد، باب السلسلة، لأنه الباب الثاني هذا مغلق لا يفتح إلا نادرا.
نعيد هلا رح يذبحوا بعض طبعا على الابواب. هاي الشرطه هلا بتبعدهم عن الباب. طيب نرجع نحكي القصه. عام 1967 عندما دخل موشي ديان الى المسجد الاقصى عبر باب الاصباط داخلا من باب من حاره باب حطه عبر باب الاصباط الى مدينه القدس ثم الى باب الاصباط الاقصى ودخل الى المسجد الاقصى المبارك. اول شيء عمله قرر انه يعمله يسحب مفتاح باب المغاربه. فدخل مثل العربجي مثل رجل العصابات على مكاتب الاوقاف وكانوا لسه الموظفين قاعدين في مكاتبهم. امرهم بتسليم مفتاح باب المغاربه، رفضوا. فالضباط اللي معه والجيش رفعوا الاسلحه على الموظفين وهددهم، قال لهم اما بتعطوني مفتاح باب المغاربه اما هلا بتكلكم بتروحوا فيها. سلمت الاوقاف في ذلك الوقت، اجبرت على تسليم مفتاح الباب باب المغاربه لشرطه الاحتلال لموشي ديان شخصيا. ثاني شيء عمله موشي ديان لما دخل على المسجد الاقصى المبارك بعد ما سيطر على باب المغاربه، بده هلا صار معه باب واحد من ابواب الاقصى، وهذا الباب الوحيد اللي قدر من خلاله يسيطر على كل ابواب الاقصى. يعني يكفي باب واحد، لا داعي لان يسيطر على كل الابواب. فامر بهدم حاره المغاربه الملاصقه لباب المغاربه، ثم قام بتوسيع الساحه امام حائط البراق، ثم احتل الحارات المجاوره لها مثل حاره الشرف واغلقت المساجد فيها غير التي هدمت كمساجد حاره المغاربه، وجعلت هناك حاره اسمها حاره اليهود. منذ ذلك الوقت من عام 1967 إلى اليوم، وقرار ساري، قرار عسكري يقول هذا القرار تغلق جميع أبواب المسجد الأقصى المبارك بعد صلاة العشاء. في بداية الاحتلال، بداية دخول موشي ديان، يعني منع الأذان وأغلق الأقصى في أول يوم. ثاني يوم رجع الوضع طبيعي. فهذه كانت المرة الأولى التي يغلق فيها الأقصى ويمنع فيه تمنع فيه الصلاة ويمنع منه الأذان. فالقانون بيقول بعد صلاة العشاء كل يوم تغلق أبواب المسجد الأقصى المبارك بقرار عسكري من ضابط الأديان المسؤول عن المسجد الأقصى المبارك، ضابط كبير بيكون بالشرطة الإسرائيلية. تمام؟ هلأ برمضان الوضع مختلف، بما أنه مسموح الاعتكاف احنا بنكون جوا، فبتكون فرصة عظيمة جدا لتوثيق عملية اغلاق هذه الابواب حتى تشوفوا بعينكم كيف شرطة الاحتلال هي التي تسيطر على مداخل الاقصى ومخارجه، والسيادة لمن لديه القوة، مش شوية ورق وعامل لي فيها سيادة شرفية. تمام؟ بين الفينة والاخرى تسمعون قرع الابواب، في مصلين بالخارج بدقوا بيحاولوا انه يساوموا الحارس، يكلموا انه دخلنا وكذا، ما حدش شايف، ما حدش كذا، لكن هذا الأمر خطير جدا. لو يعني فعل الحارس هذا الأمر قد يؤدي به إلى إنه تدخل عسكري إسرائيلي، وبصير مشكلة هون، بيعمل مشكلة للمكاتب الأوقاف نفسها. طيب بدنا نحكي مع الحارس هون، نسأله عن إغلاق البوابات. قد امتى بيفتحوا باب الاسبوع؟ ثلاثة وثلث بيفتحوا الابواب. ولا باب السلسلة؟ باب السلسلة بس بيطلع لحاله. باب المجلس، باب الناظر. فتحت هلا الشرطة ودخلوا ناس من باب السلسلة. فضيت ولا لا يا شيخ؟ باب السلسلة. فضيت؟ الحمد لله، الله يعطيك العافية. بدنا تحكي لنا عن إغلاق الأبواب. مين المسيطر؟ طبعا الصورة تتكلم. طبعا احكي لنا هي قصة إغلاق أبواب الأقصى كيف بتتم؟ المسجد الأقصى المبارك، نعم، قبل 67 كان يخضع كامل للحكومة الأردنية، لأن بعد الاحتلال صار في قضية تقسيم، إنه الداخل
أبواب المسجد الأقصى المبارك اللي هي 144 درهم بمسمى المسجد الأقصى المبارك يخضع للحكومة الأردنية، يعني تحت السيادة الأردنية. الآن كانت إغلاق الأبواب وفتحة الأبواب والسيطرة كاملة من الحراس من الأوقاف. الآن هذا الكلام بدأ من 67، ولكن ازداد الوضع سوء بعد تركيب الكاميرات المراقبة اللي على أبواب المسجد الأقصى، مثل ما هو الكاميرات موجودة في كل البلدة القديمة وعلى سور القدس وعلى أبواب القدس. الكاميرات هاي صارت تمنع الشرطة انه الحارس يفتح الباب لحاله او يدخل حدا على عاتقه زي ما كان بالزمانات. يعني كان احنا هلأ لو شفت هدول البنات او النساء اللي قالوا لي في ورا كان انا فتحت ودخلتهم، لانه ما في مشكلة لانه ندخل ناس على المسجد الاقصى. بس بعد ما صارت الموضوع الكاميرات هاي منع تام، وفي عقوبة طبعا انا متعرض للسجن او ممكن انه اكثر من هيك او الابعاد عن القدس اذا انا فتحت او انه غمرت وفتحت الباب بدون اذن الشرطه. طبعا هذا الكلام نقول نغامر في الموضوع لانه اصلا مش فيها مغامره، لانه الكاميرات مركزه. وبعدين هذه الكاميرات زي ما انتم بتعرفوا انها يعني صوت وصوره، يعني هي مع صوت، يعني فهو وبشكل دائم مراقبه لهي الكاميرات. فهذا الاشي الصعب. هلا الناس اللي من برا هم بفكروا انه المسجد الاقصى يعني محرر حر، ما فيش منه في مشكله عنده، انه احنا بما انه انا معي المفتاح المسجد الاقصى يبقى انا اللي بفتح وانا اللي بسكر وكذا، بس ما بيعرفوا ايش اللي بصير. وهم بيجي بقول لك لا مش الاقصى مفتوح زي مكه زي بصار ايش زي، هذا مش صحيح. المسجد النبوي له وقته بتسكر بعد صلاه العشاء، سكر وقبل الفجر بنفتح، فهذا إشي طبيعي يعني في كل المساجد. بس إنه الناس ما بتتفهم هذا الكلام، ومع الأسف إنهم بلمونا إحنا بهذا الوضع، بلوموا الحراس اللي إحنا يعني شيء فشيء صار لا نملك بالمسجد شيء، يعني إنه سيطرة مثل أول زي ما كان في السابق. هذه قصة قضية إغلاق الأبواب. طيب الحكومة الأردنية شو دورها بالموضوع؟ الحكومة الأردنية يعني كيف استغنت عن السيادة على الأبواب؟ لها دور ضخم وكبير، وهذا بس إنه هذا الدور تناقص اليوم، يعني حتى لدرجة إنه بدهم يدهنوا الباب دهن جديد. لازم إذن من الحكومة، لازم إذن من الشرطة، من الشرطة الإسرائيلية. طبعاً الأردن ده تطلب إذن من الشرطة الإسرائيلية عشان تدهن الأوقاف، يعني اللي هي الأردن أصلاً يعني. الأردن إنه بده يندهن الباب إنه كذا وكذا وإنه. طب الأوقاف مش هي اللي بتطلب الإذن، مش عن طريق أوقاف الأردن بتم الأمر، لأنه هي لا تابعة هي هاي. هون يعني في كمان منسق وكذا، قصة كبيرة يعني. شغلات. نعم. كلها صعبة يعني. طب الأردن من برا يعني لو طلبوا هم الدهن. يعني لو طلبوا كمان مش بس دهن، يعني أنا أقصد خدمات للمسجد، يعني هل يكون الأمر برضو سهل؟ أنا أقول لك كان الوضع بيد الحكومة الأردنية كان وضع أكبر من هيك وأكثر. نعم. من هيك كان أشياء بين يديهم، بس ثم يعني الأمر تناقص شيء فشيء حتى وصلنا لهي الحالة اللي احنا موجودين فيها اليوم. خلص يعتبر هلا السيادة إسرائيلية كاملة يعني. يعني للأسف يعني شايف الأردن في الموضوع. أنا ما بقدر أسكر أو ما بقدر أفتح أو ما بقدر إلا مع الشرطة، يعني أنا هلا مش قادر أفتح لأنه مش موجود. لو نعم. موجود بنفتح الباب طبعا يعني. بيجي للشرطي أمر، في أمر إنه في فتحة باب، بيجي أمر من ضابط اللي أعلى طبعًا منه طبعا إنه بده ينفتح. نعم. الباب. نعم نعم. الله يجزيك الخير ويبارك فيك. سلام. طيب هذا السيد أبو قتيبة أو الشيخ سامر الصيام، هو أحد حراس الأوقاف، أحد حراس الأوقاف في المسجد الأقصى المبارك. يعني من فترة قديش لك بتحرس؟ 25 سنة من حراسة المسجد الأقصى المبارك. شفتوا كيف الوضع؟ شفتوا الكلام؟ والصورة لحالها يعني تكلمت كل الكلام الذي قاله الشيخ سامر، أيضا أضاف معلومات لكم، بارك الله فيكم. طيب ننهي هذا البث الآن إن شاء الله، ونرجع لكم الساعة 4 تماما عند الابتهالات بإذن الله، الساعة 4 فجرا. كم الساعة الآن؟ 12 ودقيقة واحدة حسب توقيت القدس مكة إسطنبول.
شاء الله بنرجع لكم الساعة الرابعة فجرا بإذن الله. هذا البث سأقوم بتحميله عبر اليوتيوب الآن بجودة عالية جدا، كذلك بإمكانكم متابعة التسجيل له عبر الحساب هنا أو في قائمة اي جي تي في انستغرام إن شاء الله. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يحييكم ويبارك فيكم شيخنا خالد عبد القادر. الاعتكاف متاح وليس ممنوع.